السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين قول مطرنا بنوء كذا وكذا وقول مطرنا في نوء كذا وكذا؟ نعم هناك فرق، لأن بنوء كذا الباء للسببية أي بسبب النوء، أما مطرنا في نوء كذا يعني في الوقت، إن نزل المطر في وقت كذا وكذا، في الصيف في الشتاء هذا ما في بأس. نعم.